بسم الله نستفتح وبحمد الله نستنجح وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد نستنجح بل ونحيا نمسي ونصبح بعد متابعتنا لهذا الشريط المصور الموثق للحقيقة الكاملة لشخصية محمد بصيري كما تعرفها أسرته ويعرفها القاصي والداني من أهل الإنصاف. تجيء هذه الجلسة الحوارية مع سادة أفاضل يناقشون يحللون تفاصيل هذا الشريط، وأقدم لهذا بكلمة لعلها مربط فرس هذا الحوار، والتي هي مضمنة في هذا في عنوان هذا اللقاء: الاختفاء القسري للمناضل محمد بصير يسائل إنسانية الدولة الإسبانية. فنحن نريد من السادة في تحليلهم إظهار هذه المساءلة الإنسانية وإبرازها، وقد جاءت سلفا في خطاب لأمير المؤمنين مولانا محمد السادس نصره الله وأيده، وهو يشير إشارة اللبيب إلى بعض ما تستغله بعض الجهات في قوله حفظه الله ورعاه: فإن المغرب يرفض أن تتخذ بعض المنظمات في تقاريرها الجاهزة بعد التصرفات المعزولة ذريعة لمحاولة الإساءة لصورة البلد وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية. فهناك مثلا من يصدقون ظلما وعدوانا أي شخص يدعي أنه تم المس به أو بحقوقه وأنه تعرض للتعذيب في هذا البلد، ولا يأخذون بعين الاعتبار أحكام العدالة بل وما يقوم به المغرب على أرض الواقع. فهل يعقل أن يحترم المغرب حقوق الإنسان في شماله ويخرقها في جنوبه؟ فهذه مساءلة نستنير بها لنجدد المساءلة ونستديمها في ظل قضيتنا المركزية، قضية محمد بصيري. وأقدم إن شاء الله الدكتور سيدي عبد الهادي بصير، وهو أحد أعضاء مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات ليقدم لنا تحليلا مبدئيا لهذا الشريط المصور تلحقه تحليلات السادة الأساتذة الحاضرين معنا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.